لفت نظري وأنا في أمستردام مشهد في أحد أهم الساحات الرئيسية في وسط أمستردام للتعريف بالقضية الفلسطينية، ينظمه ناشطون للتعريف بمظلومية الشعب الفلسطيني وبمدى الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب منذ نحو عام تحت ناظر المجتمع الدولي. نلقي الضوء على جزء من هذا النشاط الذي يهدف في المقام الأول للتعريف بمأساة الفلسطينيين وبحجم الجرائم الكبير. هذا هو المشهد الذي يبدو عليه الحال في وسط أمستردام، صور تعرض ربما ما أعمله الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، صور كذلك لجرائم الإبادة التي تستهدف المدنيين، وهذه الصور كلها تهدف لربما لفت أنظار السياح وأهالي المدينة هنا للتعريف بمظلومية الشعب الفلسطيني، كذلك انتقاد لافت للدعم الأمريكي سواء الدعم السياسي والدعم العسكري، إدارة بايدن، هذه الأسلحة التي تقتل الفلسطينيين، كذلك خريطة فلسطين منذ العام 1917 وحتى اليوم كيف تبدو عليه هذا ما تبدو عليه صورة خريطة فلسطين. كل هذه الصور في أمستردام تأتي في ظل نشاط محمول من قبل ناشطي السلام للتعريف بهذه القضية ولإعلاء الصوت رفضا ربما لممارسات إسرائيل ولهذه الجرائم المستمرة منذ أكتوبر الماضي.